أكد الأستاذ عبد الكريم بوصبيعة القائم بأعمال مدير إدارة التعليم المستمر بوزارة التربية والتعليم أنه في إطار جهود الوزارة للتعامل مع الظروف الصحية الراهنة لاستمرار تقديم الخدمات التعليمية بالصورة المطلوبة، فقد تم وضع خطط لمراكز التعليم المستمر المسائي البالغ عددها 21 مركزا موزعا على مختلف المحافظات لتكون مراكز لتطبيق التعلم عن بعد للدارسين والدارسات، مع توفير التدابير الوقائية اللازمة في حال عودة التعليم التقليدي إليها مع الترتيب لعملية التعلم المدمج. وكشف بوصبيعة أنه تم استقطاب مجموعة من فئة الصم والبكم الراغبين بالالتحاق ببرامج التعليم المستمر وتوفير معلمين متخصصين في لغة الإشارة لهم، مضيفا بأنه تم التنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة لتفعيل نظام التعليم والتدريب عن بعد وإعداد نماذج دروس إلكترونية لمراحل التعليم الأساسي المعادل والإعلان في فترة سابقة عن التسجيل الإلكتروني في برامج التعليم المستمر وإعداد سجلات إلكترونية ببيانات العاملين والدارسين المسجلين في البرامج وتسهيل دخول الدارسين والمعلمين على المنظومة الإلكترونية المتمثلة في البوابة التعليمية والفصول الافتراضية.